صلوات سيدنا البابا كرولوس، وأكتر صلوات كان بيحبها، وثلاث صلوات قوي متأثرين قدس بيها يعني. لما قالوا بأنه هو كان حافظ الأسبوع الصائم طبعا ما كنت تكرار الصلاة بيها، كان حافظ الأسبوع الصائم، فكان دائما تبو عمال يتحرك. لكن لو أنا دخلت عليه وبس هو ضرب الجرس فدخلت أدخل عليه، أقول له مثلا، سيادة الوزير فلان عايز يقبل، عيناي تنظران للرب في كل حين لأنه عن يمينك لا تزعل، لكن هذا فرح قلبه وتهلى لسان. طب يا ابني قال طب قول الساعة كذا يا ابني، وبعدين يكمل المزمور. ده عجيب قوي يعني، بتيجي هل هو كان المزمور ده بيقول قبل ما اخش انا، او بعد كده هو كمله، او هو ابتدى عشان يرد عليا يقول حته في المزمور وبعد كده يقول لي وبعد كده يكمل برضه. وبعدين بقى قعد برضه يعني المزمير دي كانت بقه طول النهار حتى على دماغ الناس اللي بيصلي لها، اترفع الله علينا احفظني ارفع عيني توكل وترى بني بني، كل دي مقتطفات من المزامير. التناهدات بقى بصراحه كان انا برضه حكيت الحكايه دي قبل كده بس حلوه، في النوعيه كنت تخش عليه دايما في المشاكل وكده يقول يا رب ارحم يا رب اشفي. قلت ايه اشفي اشفي ايه طيب اشفي؟ قعدت يمكن بسم الصليب 4 سنين كل ما اخش عليه مره يقول، مش كل يوم بيقولها بس يوم دايما يقول لي كلمه يا رب ارحم يا رب اشفي. بعدين قبل ما اطلع من الحمد لله اشكر ربنا، هو كان قاعد في الاوضه وقال يا رب ارحم يا رب اشفي. فبيقول لي بتقول معايا يا ابني؟ قلت له اقول ايه؟ قال لي زي ما بقول انا. قلت له يا رب ارحم يا رب اشفي. قال لي خبر اشفي، انا بقول كده؟ قلت له بسمعها كده اشفق اشفق يا رب ارحم يا رب اشفق الشفقه يا رب الشفقه يا رب. قلت له حاضر يا رب ارحم يا رب اشفق. ايوه كده كرر الامتحان. عايز اقول لك كانها تسليم، بس عايز اقول برضه قلت له دي هو المقترحه مش موجوده في الاباء. لما يا رب بس هم سيعيني، يا رب بس هم سيرحمني، يا رب بس هم سيخلصني، انا سبحك بس دي اللي حافظينها كل الاباء. لكن يا رب ارحم يا رب اشفق كانه بيجيب صلوات اخرى، وكان بيقول لك كتير قوي كلمه دي. طبعا شعر انه شفقه ربنا هتصلح حاجات كتير قوي، تمنع الوباء، تمنع الامراض، تمنع الاحزان، تمنع التجارب، تمنع المشاكل. يا رب ارحم يا رب اشفق يشفق علينا وعليكم جميعا.